تكون غاية إن شاء الله. جيتكم اليوم بإن نوفيل فيديو نوفيل فيديو اليوم سبيسيالمون للمخمارية. شاهي المخمارية اون كريم تستعمليها بور لو كور جور كيما نديرو لو لوسيون. نستعملو هاد لا كريم للكور كومبلي، مش مخدومه بالمسك، بالكريم نيفيا، بزيت الورد يعني. واللي ساكنين في البلاد يعني من الاحسن ان يستعملوا دي بارفان ومسك عن هذوك لي من السلفيه اللي يبيعوا لي بارفان سون الكول، يعني يبيعوها فري اكستري فري. تخدميها بيه فرانشمون تعطيك واحد الريحه شابه بزاف، سيرتو للعرايسات اللي يكونوا جداد. يعني يبدلوا ماشي غير دي لوسيون، ماشي غير دي كريم البرا. الهدي فاش منيحه انك تستعمليها وتقعد فيك الريحه، اللمسه تاعك انتيا، تختاريها اللوكو تاعك اللي بغيتيه انتيا، والمسك النوعيه اللي بغيتيها انتيا. الجسم تاعك غادي يولف هذيك لو بارفان، تقعد ديما فيك. ميم الناس كي تفوتي عليهم يعرفوا بلي هاد الريحه تاعك، وما كانش واحد غادي تفوتي عليهم وما غاديش يسقسيك عليها. هادي سوري سيغتان غادي يسخسوك على لو بارفان تاعك من ومن شريتيها وش هي، غادي تقعد عندك لمسه. ونسى لي متزوجين، راجلك غادي يهبل على البارفان هذيك، يعني تعجبيه بهذيك الريحه، غادي تجد بيه ديجا على هالمسك عنده هذوك لي في لي اتيري الناس، وتقعد قاعده في العقل، تقعد في السيرو، يعني غادي يولي يتقلق من يشم الريحه تاعك. هذه سيغ اي سيغتان ريحه تهبل ولا اروع يعني. والناس اللي يتعرقوا بزاف تاني يكثروا فيها الشب، منها غادي تبيض لك الابيطين، منها غادي تتهني من المواد سيغتو في الليل، يعني تخلي البلايص لي زون انتيم يريحوا شويه من ديودورون، يريحوا شويه من ستيك. تستعملي غير هذيك لا كريم تعطيك ريحه شابه، لابو تاعك تريح، ومنها كاين تبييض غادي يخدم في الليل. والتبييض لي زون انتيم يخدم ميو في الليل كو في النهار، كيما لي طاش لو تريتمون تاع الليل يخدم ميو كو في النهار. ان شاء الله برك تكون عجبتكم هذه المخماريه. انا سمحوا لي راني درت لكم لا بريزونطاسيون، هذه المقدمه، راني رحت البلاد كاع واحده اخرى ودرت لكم هذه لا بريزونطاسيون، يعني راني ضايفه باسكو الفيديو كنت درته من قبل. جيسبر كو برك تعجبكم الوصفه تاعي. نخليكم روحوا شوفوا الوصفه، وان شاء الله اللي تعجبها تخلي لي لايك كومونتير اي بارطاجي باش تعمل فايده، ومنها تدعموني باش القناه تاعي تكبر. وان شاء الله نروحوا بلوس 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 فيغ لافون، وان شاء الله تكونوا ديما معايا. ميرسي بوكو حبيباتي. هنايا غادي ندير لكم نبداو الوصفه تاع المخماريه، يعني اون كريم في بلاصه ستيك اللي معروفه نستعملوها من زمان زمان، وهي معروفه الاصل تاعها. الناس الصحراء يستعملوها اكثر اكثر، والناس الخليج العربي تاني، لانها عندها فايده شابه بزاف. تقعد ريحتك تهبل، وين ما تمشي الناس ديك الريحه تاعك تقعد فيهم ديما، وما مع راجلك يعني يقعد يهبل على الريحه تاعك. تقعد عندك ميزه خاصه تاعك، وتقدري تلعبي في الفوسوا كيما تبغي فيها، تقدري ديري فيها لو بارفان باش تقعد فيها لاتوش تاعك، تقدري تستعملي المسك اللي يعجبك انتيا فوالا باش تقعد اللمسه تاعك. هنايا انا عندي هنا كيما راكو تشوفوا راني خلاه انا هاد الصابونه. انا نتمنى انكم البنات ديروا كيفي، انا ديما نربي شويه صابون، يعني قل من هذا، قل من هاد المورسو صابون دوف، وندير وحده كومبلي حجره تاع المسك نحكها. انا خليت من الحجره تاعي غير هاد شويه باسكو كان عندي ديجا مقبل، باش ما نعقش كي نجي نخدمها نبغي ندوش وتكون كملت لي توسا، ما نعقش نلقاها واجده باش ما نضلش الرابي وكاع. نجو هنايا نستعملو غير هاد الكميه، تكفينا غير هاد الكميه، بزاف علينا خاطرش غادي دير لنا ما شاء الله، غادي دير لنا واحد الكميه كبيره بزاف. احنا هاد المسك تاعنا غادي نديروه في البان ماغي، نديروه في البان ماغي يدوب في كاسرونه فيها الماء على نار هاديه، يدوب لنا واحد شويه. اون فوا يدوب المسك تاعنا نجو هنا، انا اختاريت غادي ندير نقطه برك نقطه، باسكو انا هاد الزيت يعجبني واختياري. اللي ما عندهاش هذا تقدر دير لويل دالوفيغا، باسكو عليه يغذي البشره ومليح بزاف، يعني يعطيك هذيك التغذيه المليحه للبشره، وان بلوس يبيضها. الزيت تاع الهنديه تاع تشيمبو تاع لي فيك دو بيربير نورمالمون راكو فهمتوه. وهنا انا ديما هذا جامي نقلعه من لا غوسيت لويل دو غوز زيت الورد، باسكو عليه فيه ريحه شابه، والمنافع رانا كاع عارفينها تاع الزيوت، فيه ريحه تهبل تقعد ديما فيك.
هنا بالنسبة للنيفيا تستعملي ديما النيفيا هذه القديمة، هذه نيفيا القديمة تفيدك بزاف مليحة، فيها لو بارفان. هنا تقدري تستعمليها الا ما عندكش هذه، تقدري تستعملي لو ليت كور تاعك، اي ليت كور تاعك، اي كريم تعجبك خاصة تاعك تستعمليها، الاي كريم اللي تستعمليها لو كور تاعك ايدغاتونت، ماشي تاع لو فيزاج غير تاع لو كور تاعك بزاف عليك، مليحه استعمليها. ما ننصحكش تستعملي الفازلين في هذه الوصفه باسكو الفازلين ما رايش مليحه مليحه بزاف لابو. هذه الوصفه انت غتستعمليها يوميا. وثاني هذه الوصفه تقدري تستعمليها البنات صغارات، البنات الصغارات اللي ما تخافي على بناتك لما دير لهم ستيك ولا زون ويعني والابطين تاعهم يكحلوا كاع، هاد الوصفه غزاله الوليدات تاني الصغار تنسميهم وتعلمي تاني البنيات يطلعوا على النقاوه، يطلعوا على فن الرائحه، يعني يكون عندها ديما داك لو غو سبيسيال تاعها، يعني البنيات اللي كنعلموهم من الصغر. انا هنا غادي نستعملها، كنت تشوفي باقي لي غير شويه، باقي ليش بزاف هكا غير شويه راه باقي لي نتاع مسك الورد، المسك تاع الورد انا نستعمل بزاف هذا في هاد لاغوسيت. هنا ما راهش باقي لي بزاف ولكن غادي نخلط معاه المسك النبيل. انا هاد المسك النبيل غادي نقول لكم عليه، انا هاد المسك النبيل نستعمله في كلش، في كاع الوصفات تاعي، وكي نحمم ونغسل شعري وكاع ديما نديرها في لي بوينت، في لي بوينت تاع شعري، ما نديرهاش في الجدران، ندير غير في لي بوينت، ندير المسك في يديا ونديرها في لي بوينت ونبخر شعري بالبخور. شي نهار ان شاء الله نتقاسم معكم كيفاش انا نبخر شعري باش تبقى فيه الريحه شابه. انا هذا المسك النبيل هذه احسن ماركه يعني اللي استعملتها فريمون هنا في الغربه وخرجت مليحه، ننصحكم بها. هنا غادي نستعملوا زيت الجليسيرين، زيت الجليسيرين فريمون اختياري ولكن انا ديما نبغي نزيده باش يبيض المنطقه يخليها ناشفه مليحه. اللي ما عندهاش الجليسيرين دير الشب، اللي ما عندها زيت الجليسيرين دير الشب باش يبيض المنطقه، ولا دير شويه مايزينا. وانا هنا تاني هذا اختياري فيتامين او، انا مادام عندي هاد الصوالح نبغي نديرهم فيه، منها غادي نقلع الريحه تاع العرق، ومنها غادي نفيد لابو تاعي فيتامين او. قلت لكم ما يخطيني انا حتى في حاجه نديرها في كلش. انا هنا غادي نمشي وندوبوا المسك تاعنا ونولوا نكملوا الطريقه كيف كيف. تزيدي تخلطي بيان كي يدوب. انا وجدت هنا لي بتيت بواتي باش نعمرهم. تستعملي شويه زيت الورد ابيبري مغرف ونص كبيره مع مغرف تاع جليسيرين غير باش تخلينا لا كريم طريه، اي اون بلوس ترطب لنا لا كريم وتنظف لنا البشره وتبيضها لنا، يعني الجليسيرين فريمون راهي مفيده وتيبس لا كريم، ما تقعدش لابو تاعك مزيته من الجليسيرين. هنا ديري المسك، هنا نقول لك الا كان المسك ماشي فغي يعني ماشي اصلي ما تستعمليهش في الابيطين في لا زون انتيم، استعمليها غير في لوكور. ولكن اذا كان اصلي يعني وخالي من الكون يعني يكون فغي ليكستري تاع المسك، استعملي في لاكريم تاعك واستعمليها في الابيطين ما كاش مشكل، وكثري فيها الشب الا كان يعني الا كان باغيه تستعمليها في المناطق الحساسه باش ما تتعرقيش وكاع، كتري منها الشب من الاحسن، وما ديريش لا كريم نيفيا ولا شي حاجه يعني اللي كانت مخصصه غير للابيطين. هنا انا زدت فيها لا كريم نيفيا باش تستعمليها كاع لو كور او ميم طون تكون اون هيدراتاسيون كاع الكور، يعني تغطي لنا كاع البشره تاعنا تاع الجسم تاع الكور كاع تاع القوايم كيما نقولوا. خلطي مليح لاكريم تاعك مادامها خاميه ما تخافيش منها، اللي عندها امتي تفوي تضرب غير امتي تفوي، انا ما كاش عندي هنا امتي تفوي وباش ندير الكبيره خفت ما تقعدش تبان لكم لاكريم. هنا تخلطي مليح مليح مليح، بصح انايا غير كي بردت شويه وليت قعدت نضرب 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 الفرشيطه دخلت في بعضها ولات متجانسه ولات انبال كريم. وما تخافوش منها ما غاديش تقصح لوموم، اللي تبغي تستعمليها غاي تلقايها طريه. حاجه واحده اخرى لا كريم كي تكوني تخلطي فيها ما تنسيش ديري فيها لي فيتامين او فيتامين سي اوميغا 3، المهم اي فيتامين يعاونك البشره الا كان متوفر من الاحسن، ما كاش متوفر ما تكثريش على روحك، غير اللي كان عندك استعمليه خليها ناتوريل. انا هنايا كي بردت شويه لا كريم تاعي غادي نزيد فيها الفيتامين او، انا استعملت غير الفيتامين او واستعملت شويه من زيت تاع الهنديه تاع تشيمبو، انه مفيد للبشره ويعاونها ويصفيها.
يعني اللي يكون عندها، من الأفضل أنها تستعمل الزيوت اللي تخرج عليها واللي تعاون تقلع الطاش. وكي ديروا لا كريم ما تخرجوش لبرا، يعني ديري ولا تكوني مغطية، يعني فريمون ما ديرش في رقبتك وكاع وتخرجي للسمش، ديريها من الأحسن في النهار، ولا تلبسي تكوني لابسة تكوني من دايرة، وما ديريهاش لوجهك نهائيا هاد لا كريم. تقولي بالك شابة تلمسي وجهك يدوسا وتنسي وتخرجي وتولي لك، يعني المناطق اللي درتي فيهم تولي لك كحلة. انا هذه نصيحة نتقاسمها معاكم، الا تبغي تخرجي يعني ديري في مناطق باينة، ما ديريش في يديك المناطق اللي يعني الاعضاء اللي تكون اكسبوزي مع السمش، ما ديريش فيها، من الاحسن نصيحة. ولا انا هنا راني جيت درت لي فيتامين اون تاعي، تكملي يعني التخلاط تاعك حتى تتخلط، يعني حتى تولي لك اون كريم اوموجين طريه داخل كاع العناصر. انا هنا خليتها تبرد شويه، كي بردت واحد شويه وليت ضربتها، باسكو هكا حاميه مازال تبان لك باللي راهي يعني ما راهيش شاده روحها. اون فوا غادي تبرد وتبقاي تضربي فيها غادي تبيض وتولي على شكل كريمي كيما بريسك ا بوبري كيما لا كريم نيفيا. فوالا نجي هنايا وتعمري في اي بواط عندك، ميم لي كريم اللي عندك تاع الباي تاع الزاج، يعني تاع لي بواط تاع الزاج، ما تقيسيهمش، غسليهم وخليهم اون جي اون سي جامي. تعمري فيهم لي ماسك تاعك، تعمري فيهم لويل تاعك، تعمري فيهم اي حاجه كوسميتيك تاعك يعني مخصصه للتجميل ليك. انا هنا شاري هاد لي بواط تاع لو فواياج، نستعملهم ديما ديما، نستعمل هاد لي بتيت بواط، يعني شابين و ايفيكاس و اي سون فرانشمون زعما كينا ما يشدوش البلاصه في لي تيغوار اي تو سا. خمس صغير تجبديهم ديريها في ساكك، ديريها في اي حاجه باش تلقيها واجده. نتمنى انها تكون عجبتكم، هذه هي الطريقه تاعي في تحضير الكريم. وهنا كل واحده تحط لمسه، اللي تبغي تزيد لو بارفان تاعها تزيد لو بارفان تاعها، اللي بغات تزيد المسك تاعها اللي الحاجه اللي مهم اللمسه تاعك اللي عزيز عليها لافاني، تقدر تزيد لافاني اللي كي اللي نديروه في لي كاتو، يعني يعطيك ثاني ريحه شابه بزاف.